ازيكم يا ابطال، واهلا وسهلا بيكم معانا مره تانية، وكل سنه وانتم طيبين في قناه سوبر ميزو. النهارده معانا فيديو جديد بلعبه روبلوكس. يا رب الفيديو يعجبكم. والنهارده نلعب ماب خرافيه جدا، ماب الوحش، وزي ما انتم شايفين كلنا بنحاول نقضي عليه. ادعوا لنا بس عشان ما يقدرش يموتنا الوحش الشرير دوت. احنا بنحاول نضرب عليه من بعيد، هو عمال يكسر في المدينه وفي البيت بتاعنا. طبعا شايفين الحمد لله قدرنا ناخد تشيك بوينت منه، جمعنا دولارات، هنقرب منه جدا. بس طبعا هو لو شافنا ممكن يقضي علينا، وزي ما انتم شايفين سوبر ميزو صاحبي وحبيبي. يا عم ده موتني. انا كنت بعيد ما قربتش منه. ايوه انا كنت قريب بس مش قوي يعني. لا والله انا مش شايفك. طيب مش عارف انت فين. شفت؟ خلاص انا جاي لك. تعالى بقى يا وحش. الوحش منين؟ الوحش ده منين؟ زي ما انتم شايفين يا اصدقائي كلنا متجمعين عند المدينه بتاعتنا، عايزين نرجعها تاني. وهو وحش بقى عمال يقضي عليها ويكسر كل حاجه. زي ما انتم شايفين انا وميزو بنحاول ان احنا نتحرك في كل مكان، هو عمال يجري ورا ميزو. تعالى بقى، هو قرب الدم بتاعه يخلص، هنحاول نوجه اسلحتنا كلها علينا. ايه ده؟ ده جاي يجري ورايا. بس يا عم انا اسف مش هعمل كده تاني. موتنا انا كمان. انا عارف، بس هو الوحش الشرير عايز يقضي علينا كلنا. حاولنا نجمع كاشات وخدنا فلوس. بس تعالى يا عم ميزو. طب حط تشيك بوينت تاني، قدرت اقضي عليه. هو حط كاشات هنا. طبعا هو لو حس بينا ان احنا قربنا منه ممكن يجي لنا. ايه ده جاي؟ حط الكاشات. يا عم ده، يا عم ثواني بقى. تعالى بقى، احنا وصلنا مكان جديد وماب تانية، وان شاء الله هو هيظهر دلوقتي ونحاول ان احنا نعمل مفاجأة ليه. اشتريت سلاح؟ اوكي. طب انا هطلع على السلم، اطلع استنى فوق. وقعت تاني يا عم. ايه يا عم ده؟ هو ظهر ولا لسه؟ اوف، ايه الوحش الجامد ده؟ خد يا وحش بقى، خد يا وحش. دول وحشين؟ ده هيبوظ البيت بتاعنا كله. ربنا يسترها، شكله عايز بتخبط برجلك ليه يا عم الوحش؟ في واحد صاحبنا وقع، وانا تدور عليا وشكلي هقع. خد يا وحش بقى، خد يا وحش. تعالى. وانا عمال اموت، مش عايز يموت ده. انا بص فرتكت شكلي ان شاء الله الدور دوت انا هطلع المركز الاول واقدر اقضي عليه. خد بقى، انا عايز اجدد بس السلاح بتاعي عشان اقدر تبقى الطلقه بتاعتي قويه وتقدر تجيبه. يا عم ده وقعني من فوق، ده وقع البيت كله. خد بقى يا عم، خد بقى. هو عايز يجري ورايا بقى، طلع نار من بقه. بس على مين انا اعمل فيك مقلب واجي اقف ورا ظهرك هنا واحاول اقضي عليك علشان انت لو شفتني طبعا هتبقى. ده كسر المكان كله. ايه ده؟ ده قرب يقع. يلا نركز يا اصدقائي، الطاقه بتاعته قربت تقل، وطبعا كلنا مركزين وبنحاول ان احنا نضرب عليه. بس للاسف هو قضى على المدينه بتاعتنا كلها. بس ان شاء الله هنقدر نفوز الماب ديت علشان احنا مركزين جدا وهنقدر نقضي عليه. زي ما انتم شايفين احنا عملنا المكان الزجاجي ده كله علشان ما يقدرش يتحرك براه ويطلع بره ويقدر يموتنا. هو بيحاول يجهز ان هو يعمل فينا اي حاجه. بس تعالى بقى انا خدت. يا عم ده، يا عم هو بيخبط برجله جامد قوي، عايز يقضي علينا. ايه ده؟ ده بيوقع نار. انا شايفك اصلا. شايفني انا بضرب فيه؟ احنا نحاول نضربه في راسه او في رجليه علشان يقع. انا خدت تشيك بوينت كتير علشان ايوه اهو. يا عم ده، يا عم هيبص عليا. هنجري من جوه رجليه بقى. مش عارف يموتني هو. انا عديت من وسط رجليه. تعالى بعد تاني. ولا انا
عمال حد من تحت رجلي، اي حد تاني يعملني اوه ربنا يسترها. اي لا للاسف المره دي عرف يقضى عليا، وانا برضه جيت اعدي بس المره دي قضى عليا. بص احنا اصلا قربنا نفرتكه خلاص، ده حاجات بسيطه. تحت رجلي تاني، خد يا يالا، خد يا يالا يا نوت يا يالا، خد يا يالا، اوه شافني شافني ربنا يسترها، اوه نجحت المحاولة تاني، للأسف فوتني نوتي. هو خلاص على فكرة قربنا نقضي عليه. تعالى بقى، تعالى بقى عشان أنا إن شاء الله هطلع المركز الأول. أوه أنا المركز التاني، قدرت آخد 27 نقطة. وميزو المركز الثالث خد 17 نقطة. وفي اخر الفيديو اصدقائي يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة وتضغطوا زر اللايك وتستنونا في فيديوهات تانية جديدة للعبة روبلوكس. عايزين بس نوريكم شكل الشبح الجامد دلوقتي شكله عامل ازاي. طبعا شايفين المدينة والقلعة الكبيرة ديت، قلعة الكنيس. تعالى بقى يلا هنوريكم الوحش المرة دي شكله عامل ازاي، وبعد كده هنقفل معاكم الفيديو عشان هيبقى لنا سلسلة فيديوهات للعبة الوحش القوي ديت ان شاء الله. طبعا شايفين الدرع الزجاجي الجامد اتكسر خالص، اتفرتك، خد يا درع زجاجي. كلنا عم الوحش لسه مظهرش، نحاول ناخد الفلوس ديت. اوه اهو ظهر اهو، انت فين يا عم؟ خد دي موميا، خد يا موميا بقى في راسك بقى يا موميا. لا واحد بس، موميا واحدة. عندك ايه؟ كريتون؟ اوه قضى عليا الموميا. حاول ناخد الكاشات ديت علشان نقدر نشتري بيها اسلحة جامدة. هنجرب كده ونشوف ان احنا نقدر نشتري بيها اي سلاح. لسه محتاجين كاشات كتير علشان نقدر نشتري اسلحة، بس مش مشكلة. وفي نهاية الفيديو ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تشتركوا معنا في القناة وتستنونا في فيديوهات تانية كتير. مع السلامة.